أما بعد، نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا، ارتأينا أن نقدم إلى أبنائنا الأعزاء بعض المساعدة والمتمثلة في تقديم دروس الفصل الثاني. أول ما نبدأ به الدروس، أول درس نفتتح به هذه السلسلة، وهو إعراب الفعل المعتل الناقص. وكما تعودنا في البداية لابد من مراجعة بسيطة. أعزائي أحبائي، ما هو الفعل؟ الفعل هو ما دل على حدث مرتبط بزمن، وينقسم إلى الماضي والمضارع والأمر. وأنواع الفعل منها الفعل الصحيح والفعل المعتل. ما هو الفعل الصحيح أحبائي أعزائي؟ الفعل الصحيح هو ما خلت حروفه من إحدى حروف العلة. أما الفعل المعتل هو ما تضمن حرف من حروف العلة. نتطرق إليكم أعزائي الجمل التالية. دخل التلميذ إلى القسم. يصل الحجاج إلى البقاع المقدسة. يفوز التلميذ المجتهد بالجائزة. يمضي المعلم في عمله رغم الخطر. يمشي الطفل في الحديقة. يسعى الطالب للنجاح. يخلو الشارع من المار. ما نوع هذه الجمل أصدقائي؟ شكرا جيد. نوع هذه الجمل جمل فعلية. لماذا؟ ممتاز، شكرا. لأنها تبدأ بأفعال. تختلف هذه الأفعال، مثلا الجملة الأولى دخل التلميذ إلى، ابتدأت هذه الجملة أو بدأت هذه الجملة بفعل ماضي. الجملة الثانية بفعل مضارع، فعل مضارع كل وما تبقى كلها أفعال مضارعة. تطرق إلى الجملة، إلى الفعل الأول دخل. ما هو هذا الفعل؟ فعل صحيح. فعل صحيح، لا يوجد ضمن حروفه حرف من حروف العلة. كيف يعرب؟ دخل فعل ماضي مبني على الفتح. فعل ماضي مبني على الفتح. ننتقل إلى الجملة الثانية. يصل الحجاج إلى البقاع المقدسة. يصل فعل مضارع. قلنا الفعل المضارع دائما يأتي مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره إذا لم تسبقه أداة من أدوات الجزم أو أداة من أدوات النصب. نبقى مع الفعل يصل. يصل فعل مضارع. نحول أو نصرف هذا الفعل إلى الماضي. وصلى. ما نوع هذا الفعل؟ صحيح أم معتل؟ هذا الفعل جيد، ممتاز. هذا الفعل فعل معتل. أين ورد حرف العلة؟ ورد حرف العلة في أول الكلمة. إذن ما نوع هذا الفعل؟ فعل معتل مثال. معتل مثال. معتل مثال. ننتقل إلى الجملة الثانية. يفوز التلميذ المجتهد بالجائزة. يفوز فعل مضارع. نحول الجملة أو نصرف الفعل يفوز إلى صيغة الماضي أو إلى الماضي. يفوز فعل مضارع مرفوع على مدور رفعه الضمة الظاهرة على آخره. فاز فعل ماضي مبني على الفتح. فعل ماضي مبني على الفتح. صحيح أم معتل؟ معتل. أين ورد حرف العلة؟ ورد حرف العلة في وسط الكلمة، فنسميه معتل أجوف. معتل أجوف. ثم ننتقل إلى الجملة الثالثة أو الرابعة عفوا. يمضي المعلم في عمله رغم الخطر. لأننا في وضعية استثنائية أبنائي. يمضي المعلم، يمضي. ولن بدأت الجملة بالفعل المضارع يمضي. لاحظوا جيدا، نحول الجملة أو نصرف الكلمة إلى الماضي. مضى. مضى. أين يتواجد حرف العلة أعزائي؟ يتواجد حرف العلة في آخر الكلمة. في آخر الكلمة. مضى. ألف مقصورة. لاحظوا جيدا، ألف مقصورة. كيف نعرف؟
هذه كلمة مضر فعل، هل ملاحظ، هل تلاحظون الفتحة على آخر الكلمة أو الحركة أو العلامة، علامة الإعراب هل تظهر على آخر الكلمة؟ بالطبع لا. إذن كيف نعرف هذا الفعل؟ فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، مبني على الفتح المقدر. إذن يمضي فعل معتمد ناقص. ينقسم الفعل المعتل إلى ثلاثة أنواع، مثال وأجوب وناقص. موضوعنا نتناول خلاله إعراب الفعل المعتل الناقص، أي الذي يكون آخره حرف من حروف العلة، وحروف العلة كما تعلمون واو ألف ياء. واو ألف ياء. نبدأ أولا بالكلمة، عفوا بالجملة الخامسة. يمشي الطفل في الحديقة. يمشي الطفل في الحديقة، يسير أو صياغة الجملة إلى الماضي. مشى الطفل في الحديقة. إعراب الفعل المعتل الناقص. نبدأ أولا بالكلمة الأولى، يمشي، مشى. نكتب الكلمة الأولى، مشى. أعزائي، هل تظهر علامة الإعراب على الفعل مشى؟ بطبيعة الحال لا تظهر علامة الإعراب على الفعل مشى. نفس الشيء بالنسبة إلى سعى. سعى. نفس الشيء بالنسبة إلى خلى. كيف تعرب إذن هذه الأفعال؟ ما دام أنه لا تظهر علامة الإعراب. مشى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، نفس الشيء بالنسبة إلى سعى، ونفس الشيء بالنسبة إلى خلى. إذن يعرب الفعل المعتل الناقص الماضي كما يلي: فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، مشى. فعل ماضي مبني على الفتح المقدر للتعليل بأنه معتل آخر.